حاجة دي مسؤول والحمد لله يا ربي. انا عمري ما حسيت ان الجزائر وتونس مختلفين، بالعكس اليوم كانوا بلاد واحدة. اليوم ما شاء الله تشوف 70,000 جمهور، عمرها ما كانت مباراة ودية، ديما ديربي بين زوج اجوار. ما نكذبش عليك، كنت نستنى فرصة باش ندخل، واحد ديما يقول الحمد لله يا ربي دخلت باش نعاون اصحابي، دخلت معناها كنت حاضر. ان شاء الله اخويا ان شاء الله جاي خير، وبالرسمي لقينا برشا ترحاب من الجمهور الجزائري، كانوا جمهور تونس شجعنا اخويا التزم معنا، ولقينا اخويا حتى جمهور تونس موجود لهنا، وان شاء الله جاي خير بينا. اليوم في كونتاكت مع معتو جاي منهم كل حكيتو انتو جاي بشعور ترقاب اليوم في الدربي. اي اخويا حولت كونتو لهنا، وبيت اللي لازم نكونوا حاضرين في الدربي. وهذا هو الحمد لله. حاضر باش نلعب البوست ويت الكل. في الكليوب نلعب اللي هي نلعب افون سونتر. سي جلال اليوم اختار اللي نكون افون سونتر، لازم يا خويا انا دبتي في ساعه وكاو، هذاك هو جوار بروفيسيونيل، لازم في ساعه دبتي كسوا افون سونتر ولا لي جوش ولا لي دروا. انا ديما راني نشكر اي واحد عاوني حتى من كلمه باهية، برشا جمهور تفاعل معايا باش راني الماتش هذايا. ان شاء الله كنت عند حسن الظن، وباذن الله ان شاء الله نكون عند حسن الظن نتاعو في الماتش الجاي ان شاء الله.